انطلاقة جديدة للمسرح الليبي من العاصمة الليبية طرابلس عبر المهرجان الوطني 12 للفنون المسرحية. هذا المهرجان الذي سيشهد عرض أكثر من 15 مسرحية من عدة مدن ليبية من شرق البلاد وغربها وجنوبها. الفنانين من ناحية الإمكانيات طبعا ظروف المسرح لما تعرف كلها يعني ظروف فنية يعني. أما المجهودات الفردية والمستمرين رغم كل شيء مستمرين الحمد لله. تحديات كبيرة واجهت المسرح الليبي خلال السنوات الماضية نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية. عملية العرض والطفرات والتظاهرات المستمرة هذه يجب أن نخرج عليها شوية، لأن تأكيد المسرح وفتح مسار حقيقي لمشروع مسرحي ليبي يجب الآن أن ينظر إليه بشكل جدي. المسؤولون يؤكدون اهتمامهم بالمسرح من جديد وأيضا العمل على دعمه وفقا لما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية في خطتها لعودة الحياة. إقامة المهرجانات هو الشعلة الأولى لعودة المسرح، وبعودة المهرجان الوطني 12 للفنون المسرحية هذه كانت بداية خطتنا لعودة المسرح، واللي تتلوها بالتأكيد مجموعة مهرجانات إن شاء الله في مجالات أخرى متخصصة. رافت بالخير الحرة.